أحيت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء ضمن فعاليات وزارة الثقافة في مهرجان العالمين الجديدة أحيت حفلة ليلة الأبطال وذلك في إطار احتفاء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأبطال الأولمبياد المصريين الفائزين والمشاركين في أولمبياد باريس على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينه العالمين الجديده قدمت الفرقه المصريه للموسيقى والغناء عددا من الاغنيات الوطنيه في حضور ابطال الاولمبياد احمد الجندي وساره سمير ومحمد جبر وعبد اللطيف منيع وكريم ابو كحله ومحمد السيد وحرست الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه برئاسه عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركه ومحمد يحيى رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه على التقاط صور تذكاريه مع الابطال على المسرح الروماني بالمدينه التراثيه بمدينه العالمين الجديده